كله يجلي يجيب على ورا جيب على ورا سفلوا الدكاكين حط فتيلة فوقيا فتيلة ولع وصرخ جري يا بيلة دي الرمل الحمل التقيلة واحنا نعلم على العبديلة ونعاملوكوا لو انتوا مين كله يجلي يجيب على ورا دي المعركة لابت مجزارة وحمادة الشيخ والسيطارة جاهز والفرقة محضرة موجودين في صلاح الدين جمع كل الناس سمعة هاتوا الكنابل هنولعها والعريكة ناديها ترزعها والعفاريت عشان توصل لي انت ما تعرفش احنا الاصل والكل يمشي حط المجال هو الكوارشي وهيعلمكوا يا مبتدئين لف الزمن بينا ودار دونا من الدنيا المرار صاحب الا وصاحب عله وصاحب وقت الشده جلة ومش عارفين نصدق مين صاحبي قال لي في البدايه انه هيفضل كده معايا لما احتجته عمل لي حكايه وانا مش لاقي حد ورايا سابني لوحدي مع السنين هي الفرحه ليه مش كامله والمعامله مش معامله وباينه بتتبع بالجمله والضريبه كله ضلمه بس يا دنيا دينا ماشيين لما لقونا انا كعب عالي عايش حر وظابط حالي اتمنولي لذيه كله فاق يا بص ليا بلغوا عني المرشدين بس انا حالف لا هوريكوا زي ما عملتوا انا هعمل فيكوا وهرجع ليكوا وهبكيكوا وبرجليا ادوس عليكوا واخليكوا طول واسفين احكي حكايه واسمعوها ركزوا فيها وافهموها صاحب مخلص مش بيملس اسمع مش عايزك تتنفس حسوا كلامنا بنات مين اتنين صحابه كانوا فرده مع بعضيهم كانوا ايد واحده ما بتفرقش معهم الماده عاشوا بالحب والموده بس اتفقوا على اتفاق جابوا بضاعه شغل ليهم وحاجه صاحبي تمشيهم ظبطوا الدنيا ماشيه معاهم بس الخلق مش سايباهم كبروا بقاليهم اعداء والمخالي مش حاسه بيهم والعيون كدريت عليهم صاحبه قال له ظبطنا حالنا بس الناس كلها بصلنا لازم برضه نحرسوا في يوم وهم مع بعضيهم كانوا قاعدين يابا لوحديهم ما خدوش بالهم من اللي جرالهم والظابط دخل عليهم جم في ثانيه الكلب يشوف بص الصحوبيه على اصولها بص الرجوليه وافعالها قدام الحاكم وافين كل الناس متجمعين والحكام هينفذوا وفي القاضي وقت الجلسه شكل الشغلانه دي مش خالصه قال الحاجه بتاعت مين بصوا لبعض كده الاتنين مش عارفين هيقولوا ايه ورد صاحب والدي بتاعتي وانا شاري البضاعه لوحدي طلع صاحبه التاني منها وشال القضيه ولها والحكم اتحكم عليه خدت بيده بسبب الحاجه قال مش فارقه معايا انا حاجه اصل زميلي انا سبتالي اصله ده غالي بالنسبه لي رد التاني وقال طب ليه ربت في ثانيه وقال له فداك وفي الزياره انا استناك وحياه عشرتي وصحبتي خلي بالك من اهل بيتي علشان دول اعز الناس شوفوا الرجوله وشوفوا العشره وهدي العتاب مش قشره واللي ضحى عشان زميله يبقى بجد مفيش مثيله وهو ده بجد الاخلاص حوده البيضا يغني بص اتفرج على احساس لو لعبت يا زهر